وإن شاء الله يعني عندنا قرار راح يكون قريب يوم الأحد القادم بتخفيف إن شاء الله عن الإجراءات داخل المدينة، ولكن ما نريد نسبق، احنا ننتظر قرار ورأي الصحة، صحة الأنبار، ومن ثم نجتمع ونقرر إن شاء الله على قرار بخدمة للمدينة ومحافظة عليهم في نفس الوقت. تخفيف الاجراءات مع الالتزام باجراءات نعم 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 يعني احنا نخفف حتى تكون اكو حركة، يعني محلات تنفتح، اسواق تنفتح، ولكن في نفس الوقت ماكو تجمع، ماكو مناسبات، ماكو ارتداء الكمامة والكفوف، يعني اجراءات صحية وفي نفس الوقت تخفيف من الاجراءات الحظر اللي بالمحافظة. ولكن